مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا بالدار البيضاء مع الأستاذ المخضرم، رجل ديال الإعلام اللي عدد كبير من المغاربة تعرفوا هذه الشخصية، أستاذ مدرسة الإعلام عتيق بن شيقر. عتيق بن شيقر ضحى بالغالي والنفيس في سبيل إيصال كل ما يتعلق بالإعلام بطريقة سلسة. ساهم مع الشباب، عنده تاريخ كيشفع عليه، إلا أن واقع الحال في الأخير له رأي آخر. عتيق بن شيقر من بعد ملي خدا التقاعد، عدد كبير من المغاربة تبعوا المعاناة ديالو، إشكاليات كبيرة كتطرح في كل ما يتعلق بالتأمين. التأمين بين مد وجزر، هناك إشكاليات قانونية، هناك مجموعة من الشخصيات تعاني في هذا الموضوع. أستاذ عتيق بن شيقر ضحية هذا الموضوع. حاليا المجتمع المدني دخل على الخط، غادي نشوفوا الحيتيات مع الأستاذ. أستاذ ما غنطولش عليك، وانت مقبل عندو. أنا أخجل منك لأنك أستاذي. أخجلتني. الله يطول عمرك أستاذي. تكلم لي بطريقة مختصرة على الإشكاليات اللي عندك، وكذلك دور الشق المدني، المجتمع المدني دخل على الخط باش نصف عتيق بن شيقر. اولا المجتمع المدني دخل على الخط ودخل على القلب، ولولا المجتمع المدني لما احسست بهذه الاريحيه، ولما احسست بهذه الطمانينه والسكينه، ولما كنت على يقين تام بان حقي سينتزع في اخر المطاف باذن السميع العليم، وانا متاكد من ذلك. فاحساسي انني اريد ان اتابع واواصل وأرد على التساؤلات التي وردت علي بآلاف المرات من خلال المتتبعين على المنابر الإعلامية المختلفة. وهذه الندوة جيء بها وتمت بتنسيق مع جمعية وسطاء المستثمرين في التأمين ووسطائه، من خلالهم غادي نشوفوا المشكل ديالي، وغادي نشوفوا من زوايا مختلفة، قانونية، حقوقية، ميدانية فيما يخص جانب التأمين، وإنسانية فيما يتعلق بشخصي المتواضع. نعم، في خضم الموضوع بشكل مختصر، بعد هذه المعاناة ديال الأستاذ عتيق بن شيقر، تضافر الجهود بين المغاربة وكذلك تضامن المغاربة في المغرب وخارج المغرب مع عتيق، إحساس ديالو وهو دوز واحد المسار ليس بالأمر الهين. إحساس ديالو هذه سي يوسف هي اللي كنتظرها. بغيت غير نشكر من خلالك، لأن أنت الوحيد اللي سولتيني هذا السؤال، وفيقتي واحد الفيل عندي كبير، فاق اللي خصو يفيق. شكون هو؟ هو بغيت نشكر المغاربه كلهم قاطبه بدون استثناء، لان كلهم يعني ما شاء الله غطوني ودفوني وكرموني وسقوني، وايضا مغاربه العالم، مغاربه العالم اللي هما يعني مغاربه حيثما وجدوا مهما طالت مده غيابهم عن الوطن. فتحيه لهؤلاء لانهم وقفوا وقفه ديال المغاربه الحرار، ديال المغاربه ديال المرابطين، ديال الموحدين، ديال السعديين، ديال المارينيين، وديال العلويين. هادو هما المغاربه القحاح، وليهم كنوجه التحيه والحناء التقدير لهم. بارك الله فيك سي يوسف. غندخل للندوه ان شاء الله. غادي ندخل دابا بالختم ان شاء الله مشاهدينا الكرام. استاذ عتيق بن شيقر من جهه بدات اللغه العربيه، جل المغاربه يشهدون بهذا. غادي ندخل للندوه وغادي نشوفوا بطبيعه الحال دور المجتمع المدني في مجموعه من الزوايا، ما هي الاشكاليات القانونيه اللي كتطرح في كل ما يتعلق بالتأمين في خضم الموضوع، حتى يكون هذا الموقف اللي تعرض له الاستاذ عتيق ما يتعرضش لاي مغربي. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. السلام عليكم ورحمه الله. هذا الميكروفون كاين ميكروفون اللي عمر طويلا وصار طويلا، وكاين ميكروفون اللي باقي لم يعمر. فهناك تفاوت في الميكروفونات، ولكن تساوي في كل المنابر الصحفيه. تمنع الله باش ما كانش الميكروفون اللي طوال بزاف، غادي اذا رقع على المتداخلين كنشوفونا جميعا، ما كانش شي حجب الصوره. مزيان سي بون، مزيان استاذ. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء اشكر باسمي شخصيا كل المغاربه الذين هبوا منذ اول ظهور لي للعلن قصد تفجير مكامن معاناتي في العلن لكل المغاربة. فشكرا لكل المغاربة الذين واكبوني من خلال تعليقاتهم، تضامنهم، مساندتهم، اتصالاتهم، عرضهم علي الدعم والمساندة بالمال. وهذا شيء لم انتظره ولم
أتوقعه. وطبعا أنا لم أتأخر من أجل المال، ولكن رغم العروض التي جاءت بعد خروجي للعلن لكي أتلقى دعم مادي، فأنا مشكلتي ليست مشكلة مادية، ولكن مشكلة عدالة، مشكلة حق، مشكلة معنوية. يكفيني هذا السند المعنوي من طرف المغاربة، وإلا لما استمر بدني واقفا رغم معاناة أو الأوجاع والألم بالحديث الشغل بدني لما وصل هذا الوقوف كالشجرة. وسأبقى كذلك ما دام ما دمت أسقى بماء طاهر وطهرة كل المغاربة. أشكر أيضا مغاربة العالم الذين يعني فوجئت في كل بلد كيف أتلقى رسالات التضامن والمحبة والعرفان، وهذه خصلة غير غريبة على المغاربة منذ بدايات الحضارة المغربية العريقة. أشكر كل يوتيوبرز، كل الصحافة الإلكترونية والصحافة الوطنية وكل مناب الإعلام، سواء كانت على الورق، على الميكروفون، على الصورة، على اللابتوب، على الموبايل، على كل. وأشكر كل المصدامين جهرا أو حتى صمتا. أشكر في هذه الندوة الأولى من نوعها وسوف تكون الأخيرة حتى أخذ حقي الضائع، أشكر جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب الذين تلقوا صرختي بالعلن وبالواقع وتضامنوا معي. وهذه لحظة تضامن إنسانية عالية راقية لن أنساها. أشكركم كل واحد منكم أي الزملاء الصحفيين فردا على بحثكم ونبشكم لمعرفة الحقيقة، فالحقيقة إن شاء الله ستبسط أمامكم من خلال زوايا مختلفة، كل حسب اختصاصه وحسب رؤيته لطبيعة هذا المشكل. أشكر السيد أجانا منعم مدير مدارس مجموعة مدارس بورغون الذي مشكورا وهب لنا هذه القاعة وكل ما يليق بالاستقبال على الطريقة المغربية بصحبة الأخ هادم روسيني، وأشكر السيد حميد خديري. شكرا لكل المنابر على اختلافها سواء كانت حاضرة معنا أم لم تكن حاضرة. وهذه قصتي مع شركة التأمين. بسم الله. النقطة التي أخرجتني من الصمت إلى العلن هي حينما اتصل بي مفوض قضائي زمن عطلة عيد الأضحى والعطلة القضائية والعطلة الصيفية في وقت واحد، تزامنت هذه العطل وببيت أصهاري وليس ببيتي، لماذا؟ لتبليغي بأحكام قضائية. وحين لم أكن موجودا وقت زيارته هاتفني مرتين لكي أحضر، وهذا شيء خارق للقانون. المهم، هذا الأمر كان النقطة التي أفاضت الكأس. قلت في نفسي إن هؤلاء يعتبرون ويريدون الإسراع بكل الإجراءات مهما كانت الأساليب والظروف ولو بدون احترام للقانون والعدالة. قلت هؤلاء سيئوا النوايا، وإذا ساءت النية ساء المسعى. بعد خروجي إلى العلن في برنامج تحفة وما ترتب عن ذلك من موجات من التعاطف وتضامن إنساني، والذي يعد درسا في الإنسانية ومثالا يقتدى به في الحب المغربي، قررت تجميع المعطيات واستخراج كل الملفات التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات. قضيت أكثر من شهرين وأنا أتنقل بين محكمة ومحكمة بالدار البيضاء وهي 4 محاكم. أتنقل أيضا بين كتابات الضبط في هذه المحاكم، شيء ليس بالسهل إطلاقا، خصوصا أثناء العطلة الصيفية والعطلة القضائية. جمعت أكبر قدر من الملفات والأحكام، وإن بقي لي جزء مهم من هذه الملفات لم أستطع الحصول عليه، بدأت أتأمل ماذا حصل لي بالفعل مع هذه الشركة الدولية المعروفة في التأمين. لسنوات أنا أعيش الحياة منقسمة إلى نصفين، نصف لي ولأسرتي ولعملي ولصحتي ولأوجاعي من جراء الحادث ولديني طبعا، ونصف آخر لشركة تأمين. لم تستصغ أبدا أنني نلت تعويضا على حادث سير وشغل ولو بشكل منقوص جدا، لم يقنعها الأطباء والخبراء المحلفون بتقاريرهم.
ولا رجال الشرطة بمحضرهم ولا رجال القضاء بأحكامهم باسم جلالة الملك. نصف من حياتي إخوتي قضيته مع شركة تأمين قررت غير ذلك، فنهجت طريق التحايل والالتواء على القانون بتزييف الحقائق واللجوء إلى لعب دور الضحية واعتماد خطط خبيثة لا تحترم قوانين البلد ولا القيم الإنسانية ولا تحترم حتى اسمها كمؤسسة دولية ذات منفعة وأهداف نبيلة بربح تجاري، وهذا حقها. وضعت نصب عينها هدفا واحدا هو استرجاع المبالغ باللجوء إلى النقد، إلى محكمة النقد دون تبليغ، وباستعمال حيلة إخفاء ملف والإبقاء على ملفات أخرى قصد إقناع أو تمويه القضاء إن كان هناك تقادم. أعيدها، هدفهم واحد كان هو استرجاع المبالغ بالرجوع إلى القضاء دون إلى النقد، إلى محكمة النقد لجأوا إلى محكمة النقد دون تبليغ، وباستعمال حيلة إخفاء ملف والإبقاء على ملفات قصد إقناع أو تمويه القضاء بأن هناك تقادم، وهذا تدليس وكذب وتحايل على القضاء. من هنا بدأ شريط المطاردة والهجوم والكذب على المؤسسة التي أشتغل بها. من هنا لم يبقى لي هم في الحياة سوى لا شغل ولا شيء سوى مراجعة المحاكم ومكاتب المحامين ومحاولة فهم وإدراك اللعبة الخبيثة التي حكت بها هذه المؤامرة الدنيئة والتي لا تخطر حتى على بال أخطر المجرمين. صارت اللغة عندهم التهديد والوعيد وتشجيش كل المتضوطئين للإيقاع بي ومن ثم بالوصول إلى أقصى أمانيهم وهو إخضاعي التام لجبروتهم والإساءة لسمعتي، وأنا أمامهم مواطن أعزل واجه شركة بحجم دول تمتلك كل الأسلحة اللوجستية والقانونية. بعد ذلك مروا إلى مرحلة إشاعة الأخبار الكاذبة تؤكد رواياتهم داخل القناة الثانية وفي كل الأمكن المتاحة للترويج لأطروحاتهم الكاذبة، وفعلا وصلوا نسبيا إلى مآربهم فاستحكموا بالوضع، وأنا لوحدي أصارع هذا الوحش المتغطرس بسلاح الصبر والاحتساب إلى الله وحده. إخوتي لقد تحايلوا على القضاء وأخذوا معطيات للوصول إلى مآربهم غير المشروع وبسوء نوايا فاضحة. هذا ما حدث لي بالضبط، لم أجد من يعصمني منهم. قلت مهلا عساهم ينتهوا، قلت مهلا قد يكون هناك خطأ ما في مكان ما، قلت يستحيل أن تخطئ أو أن تنزل شركة تأمين دولية إلى الحضيض لتمارس هذا الشطر وهذه الغوغاء وبشكل خسيس. قلت هل هم منتهون؟ لم ينتهوا، إنما أسرفوا وازدادوا طغيانا وكفرا. أيها الزملاء، أيتها الزميلات، إن ما وقع لي يعد بحق نكسة حقوقية مسبوقة وغير مسبوقة، ويعد أيضا وهذا أدهى وأمر معاملة بتمييز وحيف من قبل شركة من المفترض أن تضع الإنسان وكرامته وأمانه في صلب اهتمامها ومن أولى أولوياتها. أحيانا يصير المرء مع السنين وبحكم طبيعة العمل ملكا لغيره، وحين يعتدى عليه فكأن الاعتداء يستهدف هذا الغير وهو المواطن المغربي. لقد مسوا من صورتي ومن سمعتي التي ضحيت بكل شيء من أجلها في كل تفاصيل حياتي المهنية طوال أزيد من 30 سنة. إن كل ما أسعى إليه هو رد اعتبار معنوي إليه، هو إسماع صوت العدالة والحق لي، هو أن تفعل كل المساطر القانونية المنصفة لضحايا شركات التأمين. لشركات تأمين همها الوحيد هو الربح ولا شيء سوى الربح، ولو على حساب قيم الوطن وتشريعاته التي هدفها إشاعة الطمأنينة بين أفراده. وهذا بالضبط ما نأمله في الحكومة الجديدة تطبيقا لتعليمات صاحب الجلالة نصره الله حين قال جلالته: إن العدالة كما لا يخفى هي الضامن الأكبر للأمن والاستقرار والتلاحم الذي به تكون المواطنة الحق، وهي في نفس الوقت مؤثر فاعل في تخليق المجتمع وإشاعة الطمأنينة بين أفراده وإتاحة فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح الباب لحياة ديمقراطية صحيحة تمكن من تحقيق ما نصبوا إليه من آمال. وسأمدكم بأي جديد أولا بأول، وإذا تطلب الأمر سنقيم ندوة صحفية أخرى وأخرى متى سمح الأمر بذلك. وأختم بقوله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم.
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. صدق الله العظيم. أريد فقط لو سمحتم أن أشكر بعض المنصات الذين اتصلوا بي وساندوني أيضا خارج المغرب ومؤسسة رسمية داخل الوطن، مليحتي في أمريكا، سالم المعطاوي من فرنسا، اتحاد